أثارت الأنباء عن بدء التحقيق في فرنسا في وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ارتياحاً لدى الفلسطينيين، على الرغم أنهم أجمعوا على أن هذا الإجراء جاء متأخراً. الشهيد الراحل ياسر عرفات يعني بيمثل لكل الشعب الفلسطيني الأب اللي هو احتضن الثورة الفلسطينية، طبعاً مع مجموعة قادة، بس هو يعني كان يمثل الرمز اللي بحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني دائماً وأبداً كان، وكان دائماً حجر عثرة في طريق الإسرائيليين، وهذا السبب اللي أدى لاغتياله بالنسبة له. إن الراحل ياسر عرفات قدم تضحيات كثيرة للشعب الفلسطيني وللعرب إجمالاً يعني ككل، فلهذا السبب إحنا كشعب فلسطيني بنعتبره رمز للأمة بأسرها. وكان ياسر عرفات الذي قاد النضال الفلسطيني لأكثر من 4 عقود توفي في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 في أحد مستشفيات باريس، إلا أن التقارير الطبية لم تشر إلى السبب الرئيسي لوفاته. وأكد الكثير من الفلسطينيين بمن فيهم مسؤولون كبار أن إسرائيل قامت بتسميم عرفات، إلا أن تحقيقاً أجري في العام 2005 استبعد موته مسموماً.